مع حضراتكم بعناوين الصفحات الأولى لصحافة يوم الخميس. نشوف صحافة يوم الخميس آخر أيام السنة بتقول إيه. اليوم السابع بتقول: مبارك الماضي المستمر في 2016، تحولات في السياسة ومجلس الأهلي يرحل وأبو تريكة يتبرأ من الإخوان، ومبارك يتلقى الهدايا وتطارده الشائعات. كمان 1.5 مليون فدان في عين العدو، الرئيس يطلق إشارة البدء في المشروع من الفرافرة ويؤكد إنهائه في عامين. كمان إعلان قائمة المعينين في النواب اليوم بتضم زويل وسكينة فؤاد ولميس جابر وناهد أبو القمصان وجويس رفلة، وكمان كاميرات الرقابة الإدارية على الحكومة. التموين بتقول: تلقينا تكليفا من مجلس الوزراء بتركيب كاميرات مراقبة لرصد أي تلاعب أو أعمال شغب وتعميم القرار في منافذ المجمعات الاستهلاكية وأماكن توزيع السلع المدعمة لضبط المخالفات. في جريدة الأهرام يمكن الصورة كانت أكبر، في جريدة الأهرام حلم يتحقق على أرض الواقع، الرئيس يدشن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بالفرافرة ويطالب بتسهيلات بنكية لصغار المزارعين بفائدة أقل من 6%. شركة الريف المصري ممولة من الدولة وستوفر جميع الخدمات. كمان في جريدة المصري اليوم: رئيس للشعب عن سد النهضة، لن أضيعكم. والسيسي يبدأ رحلة استصلاح 1.5 مليون فدان من الفرافرة. كمان توقيع 12 اتفاقية استثمارية بين القاهرة والرياض في 5 يناير. موسكو بتقول: مستعدون لتزويد مصر بمروحيات لمسترال في 2017. كمان اعتذار منصور يرجح كفة عبد العال لرئاسة النواب، والأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية من اليوم وحتى السبت. في جريدة الشروق: السيسي عن سد النهضة، مش هضيعكم يا مصريين، في نفس العنوان اللي استخدمته المصري اليوم. كمان المياه مسألة حياة أو موت، ونتعامل مع الإثيوبيين من خلال التفاهم المشترك. مصدر مطلع: فرص تولي منصور رئاسة البرلمان ضعيفة. والحقيقة احنا مش فاهمين العنوان ده، وخاصة مع الجرائد التانية اللي بتتحدث عن اعتذار المستشار عدلي منصور عن التعيين في مجلس النواب. كمان الأعلى للجامعات يلغي رسميا نسبة 5% لطلاب المحافظات النائية. مصر تطالب أوروبا بتجديد تجميد أموال مبارك ورموز نظامه. الإفتاء: هجوم الإخوان على الجيش هو استهداف للوطن. ومطرانية ملاوي تهدد بمنع تصاريح الزواج الكنسي لمن يتجاوز في ليلة الحنة. جريدة الوطن، الوطن بتقول: السيسي عن سد النهضة، اطمنوا مش هضيعكم. الرئيس يطلق ضربة البداية لمشروع 1.5 مليون فدان من الفرافرة. كمان محكمة القضاء الإداري تلزم الدولة بعلاج مرضى الكبد بدون سقف مالي. وأطفال السفاح، يعني في هنا جريمة قتل، رضيع مشنوق وآخر غريق. جريدة الوفد استخدمت نفس برضو تصريح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام تحدي التحدي 2016، وتسهيلات واسعة لتمليك 1.5 مليون فدان وبفايدة أقل من 6%، 5% معدل النمو الاقتصادي المرتقب، والترسيخ دولة المؤسسات لضرب الفساد والانحياز الشعبي، والبرلمان قوس قزح. خلونا يعني نشوف بقى الصفحات الأولى من آخر أيام السنة بعين زميلتنا مي شمس الدين الصحفية في موقع مدى مصر. صباح الخير يا مي. نور يا سارة، كل سنة وانتي طيبة. وقولي لي، بتقري جرايد والصفحات الأولى من يوم الخميس إزاي؟ يعني والله هو النهارده صدفة لطيفة جدا ان احنا يعني نتكلم كده على ظاهرة معينة بتبقى واضحة جدا في الجرايد المصرية والناس بتفسرها بشكل مختلف شوية. هي فكرة العنوان اللي بيبقى مسيطر على كل الجرايد وتقريبا بيبقى يعني متشابه بشكل او باخر، في بعض الاحيان بيبقى متطابق والناس يعني بتبص له كده بنظرة مختلفة شوية. النهارده عندنا
تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص سد النهضة، وان انا مش هضيعكم او ان انا يعني ما ضيعتكوش قبل كده عشان اضيعكم دلوقتي. ده كان يعني العنوان المسيطر تقريبا على كل في الوطن والمصري اليوم والشروق والوفد. في الأهرام يعني كان بشكل مختلف شوية يعني، لكن الكل ركز على زيارة الرئيس السيسي للفرافرة واستصلاح 1.5 مليون فدان. وهنا يعني دايما الناس بتبدأ تفكر ايه ده، هو ايه ده، ازاي يعني يبقى كل الجرايد على اختلاف سياساتها التحريرية عندها نفس العنوان الرئيسي. الناس بتبتدي بقى بتفكر، تلاقي دايما الصور اللي هي حتى بيعملوا لها شير على الفيسبوك وتويتر، ايه ده، ده كل العناوين متشابهة، وبتبدأ الناس يعني بتبدأ في تفسيرات يعني تأمرية شوية. بس يعني هو دايما بيبقى لطيف ان احنا نشوف ازاي حالة التشابه الغريبة يعني اللي بتبقى بين بس هل دي ظاهرة موجودة عندنا احنا بس في صفحاتنا في جرائدنا المحلية؟ بصي، هي مش موجودة في حتة تانية في العالم، بس ما بتبقاش بهذا يعني ما بنشوفهاش بالشكل المستمر ده. يعني اعتقد ان احنا عندنا شويه يعني، مثلا لما مثلا بيحصل حاجه مثلا معينه في العالم، مثلا بشكل يعني مثلا حدث مهم مثلا زي تفجيرات فرنسا، طبيعي هتلاقي كل جرايد العالم وكل جرايد في بلد معينه هتلاقي كلها بتتكلم عن نفس الموضوع. لكن احنا بيبقى عندنا الموضوع يعني متكرر بشكل اكتر. يمكن ده له علاقة بأنه يعني إحنا ممكن تكون السياسات التحريرية بتاعت الجرائد مش مختلفة قوي، أو أنه مثلا المدارس الصحفية اللي بتجمع رؤساء التحرير والقائمين على صناعة القرار داخل الجرنان والجرنان التاني يعني نفس المدارس نفس طريقة التفكير. فده دايما يعني الموضوع مش تآمري قد ما هو يعني بيبقى فيه اتفاق بشكل ما ان هو ده الخبر الاهم اللي يجب تناوله. بس مش اتفاق مش اتفاق يعني بالمعنى المفهوم. مش اتفاق بمعنى المفهوم قد ما هو بيبقى يعني رؤية مشتركة او رؤية طبيعي جدا ان طبعا نتيجة الخروج من نفس المدرسة الصحفية. بالظبط. طيب يعني تحبي تقفي عند ايه بعد الخبر ده؟ يعني انا في نقطه يعني كان المفروض من الطبيعي ان الناس تتساءل، يعني كان المفروض يتم تغطيتها في الخبر ده بالذات. يعني الرئيس قال انه واضح ان في ازمه ما لها علاقه بسد النهضه، وفي نفس الوقت في استصلاح 1.5 مليون فدان. طب احنا ازاي عندنا ازمه ميه وازاي هنستصلح يعني 1.5 مليون فدان في الفتره الجايه؟ ما حدش حاول يتساءل السؤال ده او يحاول يلاقي يعني اجابه عنه. هل حاولتي طيب ان انت تدوري ورا السؤال ده او التساؤل ده اللي عندك؟ لسه ما يعني لسه الموضوع ما ابتدناش يعني نلاقي له اجابه. بس كان مهم حتى انه يعني حتى يتم السؤال، مش لازم اجابته بشكل دايركت، بس على الاقل انه يتم طرح سؤال، لان هو تساؤل مشروع جدا. كان في برضه يعني برضه اليوم السابع تناولت الخبر ده بشكل مضحك شويه، يعني كتبت في عين العدو وبعدين كده حطت الايموشن اللي حد مطلع لسانه، اللي هي بقى لها فتره هما بيستخدموا بقالها بالظبط. يعني بقى في ناس بتستغربها وفي ناس شايفاها ظريفه. دي يعني حاجه مهمه. طبعا يعني الاهرام كانت يعني الاكثر احتفالا بموضوع استصلاح الاراضي في الفرافره، حلم يتحقق على ارض الواقع. ويعني الخبر كان واخد كده متبروز كده باللون الاخضر، واخد اللون يعني واخد الصفحه الاولى كلها. طبعا يعني متفهم تماما بسبب يعني السياسه التحريريه طبعا للاهرام. اعتقد برضو الخبر الثاني اللي كان مهم جدا وحاز يعني على اهتمام جرايد بكره هو تعيينات مجلس الشعب. طبعا مين اللي هيكون يعني رئيس مجلس الشعب القادم؟ هل هيكون ده اللي في اليوم السابع؟ ده اللي في اليوم السابع، واعتقد